ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل المشهد محمد بعلوشة من غزة. إذا محمد، يعني بكل تأكيد تفاصيل التطورات الميدانية وكذلك الوضع الإنساني في غزة. التطورات تتسارع أريج، خاصة في منطقة رفح، حيث صباح هذا اليوم تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي نحو منطقة تل السلطان، وهي المنطقة الغربية لمحافظة رفح، وصولا طبعا بعد احتلال الجيش الإسرائيلي بشكل كامل محور فيلادلفيا، وصولا إلى بوابة صلاح الدين، ومن بوابة صلاح الدين إلى الشمال من هذه البوابة يتواجد مخيم تل السلطان ومنطقة البركسات ومنطقة مواصي رفح، التي طبعا يتواجد فيها أيضا المستشفى التابع للصليب الأحمر. كلها هذه أصبحت في مرمى النيران الإسرائيلية بعد استهدافات مدفعية، بالإضافة لتواصل الاستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي لمخيمات وسط رفح من قبل المدفعية، وأيضا الغارات الحربية الإسرائيلية في خان يونس. كما تفضلت أريج خلال الخبر، عدة استهدافات منذ فجر هذا اليوم إلى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة أعلن عن مقتل 12 فلسطيني، بالإضافة لإصابة حوالي 20 آخرين في سلسلة هذه الاستهدافات، بالإضافة لوجود مفقودين تحت الأنقاض ذات السياق في محافظة الوسطى. مخيم البريج كان بالأمس عرضة لعدة استهدافات إسرائيلية في وسط مخيم البريج، وأيضا مخيم المغازي والنصيرات، نتج عنها حتى هذه اللحظة 15 ضحية، بالإضافة لوجود العديد وفق شهادات الميدانية من قبل المواطنين العديد من المفقودين تحت الأنقاض. أيضا البحرية الإسرائيلية اليوم استهدفت صيادين فلسطينيين حاولا الوصول إلى جزء من البحر أو الإبحار لصياد بعض الأسماك، تم استهداف هذا القارب من قبل البحرية الإسرائيلية، أدى إلى مقتل الصيادين على الفور، بالإضافة لاستهدافات متواصلة من قبل البحرية لكافة شاطئ البحر. هذه المنطقة أريج يتواجد فيها أي المواصي التي تعرف بمنطقة المواصي، التي يتواجد فيها الفلسطينيون الذين لجأوا من محافظة رفح منذ دخول العملية البرية إلى هناك، وبالتالي أي استهدافات من قبل البحرية يؤدي ذلك إلى مقتل فلسطينيين أو جرحهم على الأقل. في محافظة غزة الجيش الإسرائيلي تقدم باتجاه منطقة جنوب مدينة غزة، جنوب حي تل الهوى تحديدا، الكلية الجامعية وأيضا حي الزيتون والصبرة. قبل قليل كان هناك استهداف لشقة سكنية من قبل الطائرات الحربية، قتل على إثرها 4 فلسطينيين، بالإضافة لجرح العشرات. أيضا الدبابات الإسرائيلية استهدفت من قبل المدفعية محيط الكلية الجامعية، أدى ذلك إلى جرح العشرات من الفلسطينيين، وربما هناك ضحايا حتى هذه اللحظة لا تفاصيل عن هذا الأمر. أيضا حي الزيتون تعرض لقصف مدفعي متواصل منذ الليل حتى هذه اللحظة. في محافظة الشمال ربما بيت حانون هي المنطقة الأكثر استهدافا من قبل الجيش الإسرائيلي، إما بالمدفعية وإما بالغارات، بالإضافة لأن الجيش الإسرائيلي حذر المواطنين عبر إلقاء منشورات بضرورة إخلاء من تبقى في بيت حانون، ضرورة إخلاءها. مراكز النزوح أيضا طالب المواطنين فيها بضرورة إخلاءها، وهذا ما يؤدي إلى حركة نزوح جديدة. أما عن أوضاع النازحين فهذا الأمر لربما يأتي في تصريحات المنظمات المعنية بهذا الشأن. الأونروا تحدثت عن أن أكثر من 1 مليون نزحوا من محافظة رفح إلى منطقة مواصي خان يونس ومواصي المحافظة الوسطى. هذا الأمر يعني نتحدث هنا عن حوالي 30 كيلومتر مربع يتواجد فيها أكثر من 1 مليون مواطن فلسطيني، لا خدمات لهم، لا مساعدات منذ إغلاق معبر رفح. القليل فقط ما يدخل عبر معبر كرم أبو سالم الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي، وبالتالي أوضاع مأساوية في انتظار هؤلاء وفق توصيف الصحة العالمية التي قالت لا مستشفيات لهم. الأمراض بدأت بالانتشار، نحن في ذروة فصل الصيف أو في يعني بداية فصل الصيف، لا أغطية لهم، لا ملابس، الكثير من المآسي. نزوح هؤلاء المواطنين
لا يأخذون معهم الكثير من الاحتياجات التي يحتاجونها، وبالتالي أريج أوضاع يرثى على كافة المناحي الصحية الاجتماعية البيئية وأيضا الاجتماعية والغذائية. هذا الأمر يفاقم من معاناة هؤلاء النازحين. وأيضا في المحافظات الشمالية هناك شبح المجاعة يطل بشكل كبير، لا أطعمة لا خضروات لا فواكه تدخل إلى المواطنين هنا، ولا أيضا مساعدات منذ إغلاق معبر رفح. وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم، فقط ما يدخل للتوضيح بضع شاحنات من الدقيق التي كانت أو كان وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن قدومها إلى ميناء سدود لمدة 6 شهور للفلسطينيين، بضع شاحنات يتم إدخالها، ولكن بعد إحراق نعم. المقر الخاص بالمساعدات في شمال غزة أدى ذلك إلى توقف هذه العملية، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة أكثر فأكثر. أريج نعم محمد بعلوشة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.